معكم المهندسة نجلة. اليوم سنقوم بتصميم سباتولا والتي تعد من المكونات الأساسية في المطبخ، والتي سنقوم برسمها على برنامج السوليد وورك عن طريق السطوح. نفتح سكتش في المستوي فرونت بلين، من لاين نقوم برسم خطوط، من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الزوايا، ثم نقوم بتحديد الأبعاد. من فليت سكتش نحدد الزاوية بمقدار 10 ملم. إكزيت من سيرفس نختار إكسترودد سيرف بمقدار 80 ملم ونختار ميد بون. أوكي. نفتح سكتش، نختار سنتر لاين، نرسم قوس ثم نرسم خط، نحدد القوس مع الخط ونختار تانجان. سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نقوم بتحديد الشكل Mirror About Center Line. OK. Exit من Surface نختار Clean Surface ونحدد القطع المرادفة الصح. OK. نفتح Sketch ونقوم برسم Center Line. نرسم قوس ثم نرسم خطوط. نحدد القوس مع الحافة ونختار تانجنت. نختار فليت سكتش ونحدد الزوايا بمقدار 10 ملم. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الميل ونقوم بتحديد الأبعاد. من ميرور انتيتس نقوم بتحديد الشكل Mirror About Center Line. Okay. Exit. من Surface نختار Trim Surface. نحدد الأجزاء. Okay. نفتح Sketch. ونقوم برسم Center Line. من Offset Entities نقوم باختيار الخط بمقدار 15 ملم. من Offset Entities نقوم باختيار الحافة بمقدار 20 ملم. نحدد القوس، نختار منقط ونحدد الخط ونختار منقط. نختار Sprite Stool ونقوم برسمها في الشكل. سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الميول ونقوم بتحديد الأبعاد. Mirror Intakes نقوم بتحديد Stripe Stool Mirror About Center Line. OK. Exit من Surface نختار Trim Surface ونختار الأجزاء.
أوكي، أصبح الشكل المبدئي جاهز. من فيك أن نحدد السطح بمقدار 5 ملم للأعلى. أوكي، نفتح سكتش في المستوى فرونت بلين. من لاين نقوم برسم خطوط. بالسمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نقوم بتحديد الميل. من في الليد سكتش نختار الخطين ونختار بمقدار 0.5 الزاوية. من انسيرت نختار فيتشر ونختار سبليت. نحدد الجزء المراد قصه. اوكي، نحدد الخط اخفاء. نفتح سكتش في المستوى فرونت بلين. نختار لاين ونقوم برسم الشكل الأولي للذراع. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الزوايا. ثم نقوم بتحديد البعد. من في الليت سكتش نختار الزاوية بمقدار 37.5 ملم. أوكي، من لاين نقوم برسم خط للداخل. نحدد الخطين ونضغط كولينر. من سمارت دايمنشن نحدد بعد الخط إكزيت. من فيتشر نختار إكسترودد باست بمقدار 17 ملم ونختار ميد بلين. اوكي، نقوم باخفاء السطح السفلي. من في الليد نختار السطوح الجانبي للذراع. اوكي، نظهر السطح السفلي. نقوم بإخفاء الذراع. من في الليد نقوم بتدوير الحواف الداخلية. نفتح سكتش في المستوى فرونت بلين. من لاين نقوم برسم خطوط. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الميل ونقوم بتحديد البعد. ليت سكتش نحدد الخطين ونحدد الزاوية بمقدار 6.5 ملم. اكزيت. من سيرفيس نختار سبليت لاين. نحدد السطوح. نفتح سكتش. نحدد الخط ونضغط convert entities. نضغط offset entities ونقوم بتحديد الحواف.
الفستان الانتيت نقوم بتطويل الحواف. من في الليت سكاتش نحدد الخطوط بمقدار 11 مليمتر. اوكي. نختار سبلاين ونقوم برسمه بين الخطوط. نحدد السبلاين مع اللاين ونختار تانجنت ونكرر العملية. من سيرفيس نختار سبليت لاين ونحدد السطوح. اوكي. نفتح سكتش في السطح السفلي. نختار كونفرت انتيتس للحافة. من اوفسيت انتيتس نقوم باختيار الحواف. نختار اكستند انتيتس. نختار في الليت سكتش ونحدد الخطوط بمقدار 11 مليمتر. اوكي. نختار سبلاين ونرسم بين الخطوط. نحدد السبلاين مع اللاين ونختار تانجنت ونكرر العملية ايضا. من سيرفيس نختار سبليت لاين ونحدد السطوح. اوكي. نحدد السطح العلوي. نفتح سكتش ونقوم برسم اقواس. نرسم قوس في الجهة المقابلة. من سيرفيس نقوم باختيار سبليت لاين. نحدد السطح. اوكي. من سيرفيس نختار ديلايت فيس ونقوم بتحديد الوجوه. نختار اوكي. نفتح 3D سكتش. نقوم بتحديد الخط العلوي ونضغط convert entities. من tools نقوم باختيار spline tools. نحدد الشكل. اوكي. نفتح 3D سكتش ونقوم بتحديد الخطوط للوجه السفلي. نضغط convert entities. من tools نختار spline tools. اوكي. نفتح sketch في المستوى front plane ونقوم برسم قوس بين السطحين العلوي والسفلي. مارك دايمنشن نحدد البعد. نحدد النقطة العلوية من القوس
مع الوجه العلوي ونختار بيرس. اكزيت. من سيرف نختار لوفتد سيرف. نقوم بتحديد 3D sketch 1 and 3D sketch 2 ونختار القوس مع القوسين العلويات. اوكي. نكرر عملية حذف السطوح للسطح السفلي والوجوه السفلية. نفتح 3D sketch ونقوم بتحديد الخط للسطح السفلي. convert entities. من tools نختار spline tools. اوكي. exit. نفتح sketch في المستوى front plane ونقوم برسم قوس للسطح السفلي. مسمار دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نحدد السطح السفلي مع نقطة من القوس ونختار بيرس، ونحدد السطح العلوي مع النقطة العلوية ونختار بيرس. من سيرفيس نختار لوفتد سيرف باختيار Edge 1 and 3D Sketch 4. نختار القوس السفلي مع القوسين العلويات. أوكي. أصبح السطح السفلي جاهز. نختار Knead Surface ونحدد جميع السطوح ونختار اوكي. نقوم باظهار الذراع واخفاء السطح السفلي. نفتح سكتش في الوجه العلوي للذراع. من اوفسيت انتيتس نقوم برسم خطوط. من دريم انتيتس نقوم بقص الزوايا. الشكل لدينا مستطيل. Exit. من فيتشر نختار Extruded Bus بمقدار 20 ملم. اوكي. من فيليت نختار الحواف. نقوم بإظهار السطح السفلي. من Insert نختار Feature ونختار Combine.
نقوم بتحديد السطح والذراع. اوكي. من ريفرنس نختار بلين ونحدد وسط الذراع. نحدد السطح العلوي للذراع ونختار ميد بلين. اوكي. نفتح سكتش في البلين. نرسم سنتر لاين. من لاين نقوم برسم الخطوط لمسكة الذراع. نحدد القوس مع الخط ونختار تانجنت ونكرر العملية للطرف السفلي. نسمار دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. فيتشر نختار اكسترود باص بمقدار 10 ملم ونختار ميد بلين. اوكي. نقوم باخفاء الشكل وتأنيق الذراع. نختار جريفت ونحدد الوجه الجانبي. نحدد الوجهين العلوي والسفلي. اوكي. فيتشر نختار في الليت ونحدد الحواف ونختار السيمتريك. اوكي. نفتح سكتش في الوجه العلوي. نرسم سنتر لاين. برسم شكل بيضوي. بالسمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد للشكل. نحدد البعد بين الشكل وبين رأس المسكة. نختار extruded cut through all drift outdoor بمقدار 1 درجة. اوكي. نختار في الليد ونحدد الحافة العلوية والسفلية. اوكي. نفتح سكتش في السطح الجانبي ونقوم برسم سنتر لاين. نقوم برسم مستطيل. بالسمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نختار extruded cut بمقدار 22 ملم. اوكي. نفتح سكتش في المستوي فرونت بلين. نقوم برسم قوس.
برسم خط منقط من منتصف القوس. للمسمار دائما نشير نقوم بتحديد الأبعاد. نحدد ارتفاع القوس. من ريفرنس نختار بلاي. نحدد السطح ونحدد النقطة. نفتح سكتش في البلاي. نقوم برسم قوس. نحدد نقطة القوس الأول مع القوس الثاني ونختار midpoint. نختار نقطة من كل قوس. نختار horizontal. نسمار دايما عشان نحدد بعد القوس. سيرفيس نختار سويب سيرفيس. نحدد القوسين. اوكي. من فيتشر نختار انسيرت. نختار فيتشر ونختار سبليت. نقوم بقص الاجزاء الخارجية ونقوم بالاخفاء. لاحظ التقعر في المسكة. نقوم باختيار الوجه ونضغط convert entities. نقوم برسم قوس. نختار اكسترودد باص بمقدار 2.5 مليمتر. نعكس الاتجاه للداخل. اوكي. من فيتشر نختار دريف. نحدد البلين مع الوجه بمقدار 2 درجة. اوكي. فيتشر نختار في الليد للحواف. نحدد الحواف الداخلية. نقوم بتحديد حواف القوس. نلاحظ أصبحت المسكة جاهزة بشكل كامل. نقوم بإظهار الشكل بشكل كامل. من Appearances نقوم باختيار مادة. نختار كروم ونقوم باختيار مادة للمسكة. نختار وود. سباتولا جاهزة بشكل كامل. أرجو أن تنال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وخلوكم معنا دائماً.